للمزيد حول انتهاكات النظام السوري ضد المدنيين والتي وثقها المرصد الأورو المتوسطي، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الباحث القانوني في المرصد الأورو المتوسطي الأستاذ عمر العجلوني. أستاذ عمر، بداية مرحبا بك. دعوتم في المرصد الأورو المتوسطي المجتمع الدولي إلى تفعيل أدوات الضغط والمساءلة لمحاسبة نظام بشار الأسد. يعني ما الانتهاكات التي رصدتموها خلال الفترة الأخيرة والتي يعني دفعتكم لهذه الدعوة؟ تفضل. مرحبا بك وبمشاهدي قناة الرافدين الأعزاء. في الحقيقة فإن الانتهاكات التي يرتكبها أطراف النزاع في سوريا متواصلة، وعلى رأسهم النظام السوري. ولا شك بأن الكشف الأخير عن المقابر الجماعية دفعنا إلى هذه الدعوة الجادة. فنحن في هذه الحالة نتكلم عن آلاف الضحايا وعن آلية بشعة لقتل الضحايا في مراكز الاحتجاز ومن ثم نقلهم للمستشفيات، ومن بعد ذلك إرسال الجثث بشاحنات عسكرية أو بثلاجات الطعام إلى هذه المقابر. ونحن نتحدث أيضا أن هنالك أدوات فعالة وحقيقية يمكن استخدامها للحد من هذه الجرائم المتواصلة. ما هي هذه الأدوات التي يملكها المجتمع الدولي؟ يعني على رأس هذه الأدوات هو اللجوء إلى المحاكم الدولية لمحاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم من مختلف يعني أطراف النزاع بحق الشعب السوري. وهذه أداة فعالة. ويمكن أيضا يعني إذا ما أردنا أن ننتقل إلى الصعيد العملي بعيد عن الكلام النظري، يمكن البناء مثلا على المحاكمة التاريخية للضابط السوري أنور رسلان في ألمانيا في شهر يناير كانون الثاني من هذا العام، والتي انتهت إدانته بسجن مدى الحياة. طيب أستاذ عمر، أمس وفق تقارير حقوقية النظام السوري سلم قائمة بأسماء 46 شخصا قتلوا أو قضوا منذ عام 2018 في من بلدة دير العصافير بريف دمشق. بما تفسر الكشف عن المزيد من الأسماء المقتولين خلال الفترة الأخيرة؟ يعني في واقع الأمر في هذا الحادث تحديدا لا يمكننا أن نجزم بدوافع النظام بالكشف عن هذه القائمة تحديدا، وخصوصا أنها ليست الأولى وهناك قوائم سابقة. إلا أن النظام ما زال مستمرا في ارتكاب انتهاكات متواصلة بحق المعارضين، ويتم باستمرار الكشف عن هذه الجرائم. ولا شك يعني أن عدم وجود رادع له سيدفعه إلى مواصلة هذا النهج. في السياق، المجلس العربي في بيان له أكد دعم حق الشعب السوري في تقرير المصير والتخلص من الدكتاتورية. إلى أي مدى ترى أستاذ عمر أن تلك البيانات يعني ممكن أن تمثل واحدة من طرق الضغط على النظام السوري؟ يعني بالتأكيد فإن العمل التراكمي خصوصا البيانات الصادرة من الجهات المدافعة عن الحرية والديمقراطية في العالم العربي مثل المجلس العربي سيشكل ضغطا مؤثرا باتجاه محاكمة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، يعني سواء في سوريا أو في غيرها من الدول. نشكرك شكرا جزيلا من عمان الباحث القانوني في المرصد الأورو المتوسطي الأستاذ عمر العجلوني.